وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من القلب للقلب. وزي ما وعدناكم ان كلامنا من القلب، علشان كده بيوصل بسهولة جدا للقلب. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، موضوع جوانا ويهمنا، يهم كل فرد فينا، كل الأسرة. علشان كده عايزين نناقشه معانا في حلقة النهاردة، بس عايزين نعرف ايه هو موضوعنا. خليها مفاجأة ونروح لفاصل. أورانج ميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي. عندك حلم؟ عايز تبقى مذيع؟ في أورانج ميديا هتتعلم إزاي تبقى مذيع ناجح. أورانج ميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي هتعلمك إزاي تكون معد برامج ناجح، إزاي تكون مراسل تلفزيوني ناجح. مع أورانج ميديا للتدريب والإنتاج الإعلامي تقدر تحط رجلك على أول سلم النجاح. عايز تكون مخرج برامج تلفزيونية وإذاعية؟ في أورانج ميديا أساتذة متخصصين ومحاضرين متخصصين في كل مجال أنت بتختاره. أورانج ميديا، رؤية إعلامية جديدة. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونرجع لموضوع حلقتنا النهاردة. كلنا بنسأل عن موضوع حلقتنا، إيه هو؟ موضوع حلقتنا مشوق جدا لأنه موضوع جوانا وبيهمنا. موضوع حلقتنا اللي هنتكلم فيه النهاردة موضوع هو الطموح. عايزين نعرف ايه هو الطموح، ازاي نعرف الطموح، ازاي نوصل للطموح. الطموح ده جوانا، هو شيء مميز جوانا وبنسعى ليه ونحققه. هديكم مثال، البيبي الصغير بيحاول ولا بيعرف ولا بيمشي ولا بيتكلم، بيحاول ان هو يتكلم ويمشي. ازاي؟ بيشوف اللي حواليه، بيتعلم منهم، بيجيله رغبة ان هو يتعلم ان هو يمشي ويتكلم، فبيحاول، بيحاول اكتر، بيفشل، ومع التكرار بينجح. دوت مثال للطفل الصغير. نيجي بقى للناس الكبيرة. ما احنا كنا اطفال كان في جوانا حاجات عايزين هدف نوصل له، حلم كلنا جوانا حلم وبنسعى ان احنا نحققه. عشان كده لازم نفكر ونسعى للهدف دوت عشان نوصل له، وهو الطموح اللي جوانا، رغبة مكبوتة عايزين نفكها ونحاول ان احنا نسعى ليها ونسعى للهدف دوت ونحققه من خلال معدات أساسية. ان احنا نسعى حول الهدف دوت، نحبه، نحب المجال دوت. في كلنا لما احنا كنا أطفال كنا بنحاول ان احنا يبقى لينا قدوة، مثل أعلى، حابين ان احنا نبقى دكاترة، مهندسين. فلازم نشوف احنا عايزين ايه من جوانا عشان نحققه، نحقق الحلم دوت، الطموح دوت، الرغبة المكبوتة اللي جوانا. عشان كده عايزين نعرف ايه هي المعايير اللي توصلنا للطموح والهدف علشان نوصل. لازم نحلم ولازم نبتكر، والتكرار
يعلم الشطار، ونحاول وهنفشل مرة واتنين وتلاتة، وبعد كده هنقوم على رجلينا وهنقف وهنسعى للهدف دوت من خلال معدات. أول حاجة بنحب المجال دوت. تاني حاجة نتعلم المجال ونبتكر. علشان نبتدي صح لازم نبتدي بالتعليم. التعليم مهم جدا في حياتنا، وأول سورة في القرآن نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. ده دليل على إن ربنا حسنا على ضرورة التعليم، وإن احنا نجاهد من أجله. واطلبوا العلم ولو في الصين. شوف ربنا عظمته أقرب التعليم، وقالنا لازم نتعلم، فلازم نحل مشاكل التعليم اللي عندنا. لازم نقهر تحدى الصعب ونحل مشاكلنا. وأول مشكلة التعليم، مشكلة الدول المتقدمة. عارفين إن أساس القائم دول متقدمة أساس نموها إنها بتنمو بالتعليم. وإحنا ليه ما نتعلمش منهم؟ ليه ما نقلدهمش تقليد أعمى زي ما إحنا بنقلدهم تقليد أعمى في السلبيات؟ ليه ما ناخدش الإيجابيات ونقلدهم فيها؟ نشوف هما بيعملوا إيه في التعليم ونعمل زيهم. هما بيبتكروا، بينموا المهارات. الأطفال بياخدوهم لرحلات، بينموا المواهب، بيبتكروها، يحاولوا ان هم يكتشفوا مواهب وينموها. ده احنا مش بنعمله هنا في بلدنا. ليه ما نعملش دوت؟ خلينا نعمله في بلدنا عشان نقوم ببلدنا ونتحضر بيها ونبقى من الدول المتقدمة، عشان نبقى مستقبلنا مشرق لينا ولأولادنا. لازم ننهض بالتعليم، لازم نتعلم صح ونعلم أولادنا صح علشان نربيهم صح تربية سليمة. وليه احنا قلنا التربية قبل التعليم؟ عشان التربية ليها دور مهم جدا في حياتنا، ولازم بداية أطفالنا من الصغر نعلمهم. وزي ما بنقول في الأمثال، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. عشان كده لازم نعلم أطفالنا وهم صغيرين، وده استثمار لينا. الفلاح المصري لما بيزرع زرعته وبيفتخر بيها بيعمل إيه؟ بينميها وبيسهر عليها وبيراعيها. كذلك الأب اللي بيزم يفتخر بابنه وبأولاده لازم يستثمر فيهم، ولازم يراعيهم كويس ويربيهم كويس ويعلمهم كويس. ما يستخسرش في أولادهم تعليم. التعليم ثمار ليه ومستقبله، ومستقبل مشرق لينا ولدولتنا، عشان نبقى دولة متقدمة وننافس دول كتير زي أمريكا وأوروبا. فاحنا لازم نكون من أوائل الطلائع علشان أجيالنا القادمة. وبكده احنا كلمنا في حلقتنا النهاردة عن الطموح والتعليم، والاتنين بيرتبطوا ببعض، لأن من غير الطموح مش هنتعلم حاجة. لأن الطموح جوانا ولازم نحلم عشان نوصل لهدفنا. وبكده نكون خلصت حلقتنا النهاردة، وعلى وعد مني بحلقات قادمة إن شاء الله. استنوني.